دلوقتي هنبدأ نشرتنا الجوية من مصر، حيث أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس النهاردة، والحقيقة أنه بيسود طقس خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر، لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب البلاد، مائل للبرودة ليلا في أوله، بارد في آخره. في السعودية بيتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس النهاردة أن السماء هتكون غائمة إلى غائمة جزئيا مع فرصة لسقوط الأمطار. أما في الأردن فبتبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها الطبيعية، وبيكون الطقس بارد نسبيا إلى لطيف مع ظهور السحب المتفرقة واحتمال هطول أمطار متفرقة أيضا في شرق البلاد. أما في العراق فالطقس بيكون لطيف في أغلب المناطق وبارد نسبياً فوق المرتفعات الجبلية العالية، أيضاً بتكون الفرصة مهيئة لهطول الأمطار على الأجزاء الغربية. دلوقتي هنتنقل للتعرف على درجات الحرارة في بعض العواصم العربية والعالمية. بعد ما تعرفنا على درجات الحرارة في بعض العواصم العربية والعالمية، بكده بتنتهي نشرتنا الجوية النهاردة، وبنرجع تاني لليندا وشيرين.